السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات الصف السابع، أهلا وسهلا بكم. اليوم موعدنا مع الدرس الثاني بعنوان ما الانتشار وما الخاصية الإسمنزية. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واع متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. قيمة الأسبوع هي الإخلاص. ذكر الله عز وجل قيمة الإخلاص في القرآن الكريم وأفرد لها سورة باسم سورة الإخلاص، وهي التي تتحدث عن الإخلاص لله تعالى في العبادة وحده. وأيضا من تعاملاتنا في الإسلام ذكرنا الله عز وجل ورسوله الكريم أن الإخلاص يكون في كل شيء، في النية، في العمل، في العبادة، في كل شيء يحيط بك، حيث أن الإخلاص فعل خفي لا رقيب له إلا الضمير. ومن أجمل ما قيل في الإخلاص قول ابن القيم: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفع. أهداف درسنا اليوم: أولا، تعرفي الانتشار تعريفا علميا صحيحا. ثانيا، تعدد أمثلة من الحياة اليومية على الانتشار. تهيئة باستخدام استراتيجية العصف الذهني. نبدأ درسنا لليوم. عرفي ما هو المحلول. أحسنتم، المحلول هو عبارة عن بسيمات مادتين مختلطتين معا، وعلى سبيل المثال إذابة السكر في الماء، حيث تختلط بسيمات السكر مع بسيمات الماء كما هو مبين أمامك بالشكل. عرفي التركيز. بارك الله فيكم، يتحدد بكمية المادة المذابة في حجم معين من المحلول. تذكري عزيزتي الطالبة ما هو قانون حساب التركيز. بالفعل القانون هو التركيز يساوي كتلة المادة المذابة على حجم السائل. الآن شاهدي عزيزتي الطالبة فيديو يوضح لك تجربة انتشار الحبر في الماء لتوضيح ما هو الانتشار. وعاء ماء وألوان حبر مختلفة وحقنة وورود. أولاً الحقنة، نفتح إحدى زجاجات الحبر ونملأ الحقنة بالحبر. رائع، نضع الحقنة في الماء وندفع الحبر للخارج. يصنع هذا تأثيراً رائعاً مثل ما يفعل الحبار تحت الماء. تتكون سحابة من الحبر تتحرك في الماء. يبدو أن الحبر ثقيل لأنه في النهاية ينزل إلى قاع الماء. من الفيديو السابق نجد أنه عند حقن كمية من الحبر في الماء بنجد أنه بتنتشر أو ينتشر جزيئات الحبر في المحلول بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات، ومن ثم يعطيه لون الحبر. ومن خلال هذه التجربة يمكننا الآن فهم النشاط التالي، وهو النشاط رقم 1 في صفحة الكتاب المدرسي رقم 114. لاحظي ماذا سيحدث عند مشاهدة الصورة التي أمامك في هذا النشاط. بنجد أنه عند إضافة قطرة من ملون الطعام إلى كمية من الماء، السؤال هنا كيف تحركت جسيمات ملون الطعام في الماء؟ كما ذكرنا منذ قليل في الفيديو الذي شاهدناه أنه تتحرك جزيئات ملون الطعام في المحلول بشكل عشوائي في جميع الاتجاهات. برجاء تدوين هذه الإجابة في الكتاب المدرسي بالاستعانة بالكتاب المدرسي صفحة رقم 114. ننظر إلى الشكل المبين أمامنا، نجد أن من خلال هذا الشكل نلاحظ أنه خلال الانتشار
تحدث حركة إجمالية للجسيمات تبدأ من حيث وجودها في التركيز الأعلى إلى وجودها في التركيز الأدنى. ومع ذلك تذكري أن الجسيمات تتحرك في جميع الاتجاهات المختلفة ولا تتحرك فقط نحو التركيز الأدنى كما هو مبين أمامك في هذا الشكل. افتح الكتاب صفحة رقم 114، نعود مرة أخرى للنشاط الثاني. نجد أن هناك في هذا الشكل رقم 234 أن في هذا الشكل يسمى منحدر التركيز. ماذا يعني منحدر التركيز؟ هو الفرق بين تركيزين في الانتشار. هناك حركة إجمالية للجسيمات مع منحدر التركيز. ماذا يعني؟ يعني أن هناك تركيز أعلى وهناك تركيز أقل، والانتشار ينتقل من التركيز الأعلى إلى التركيز الأقل. منحدر التركيز يعني هو الفرق بين هذين التركيزين، وهو التركيز الأعلى والتركيز الأقل. استكمالاً لهذا النشاط نجيب على الأسئلة المرتبطة به. استخدم الشكل للإجابة على الأسئلة الآتية. أولاً، اذكري كيف تم تمثيل الجسيمات في الشكل على صورة كرات صغيرة. ثانياً، صفي كيف تم تمثيل فكرة التركيز في النموذج. منطقة التركيز الأعلى تتزاحم فيها الجسيمات بينما تتباعد في منطقة التركيز الأقل. ثالثاً، صفي كيف تم تمثيل فكرة تحرك الجسيمات في جميع الاتجاهات. أحسنتم، يعبر عن اتجاه حركة الجسيمات بأقواس صغيرة. إذا نظرت جيدا إلى هذا الشكل ودققت تجد أن حول هذه الكرات توجد أقواس صغيرة تعبر عن حركة حركة الجسيمات، وإذا نظرنا لها نجد أنها تتحرك بشكل عشوائي وفي جميع الاتجاهات وليس فقط في اتجاه التركيز الأقل. نجيب الآن على أسئلة المتابعة في الكتاب المدرسي صفحة رقم 115. السؤال هو: ترك وعاء من العطور مفتوحا في إحدى زوايا الغرفة، وضحي السبب الذي يجعل شخصا في الزاوية المقابلة يشم رائحة العطر بعد فترة. أحسنتم، بسبب انتشار جسيمات العطر في الهواء عبر الغرفة. كما ذكرت لك في مثال العطر أنه بينتقل من الزجاجة وهي ذات التركيز الأعلى إلى المنطقة الأخرى وهي ذات التركيز الأقل أو المنخفض. السؤال رقم 6-5، في الشكل المقابل اشرحي سبب تغير لون الماء ببطء. هنا بنجد أن لدينا مسحوق من البرتقال يتم وضعه في كوب من الماء فنجد أنه ينتشر في الماء. اشرحي سبب تغير لون الماء ببطء. الإجابة تكون بسبب انتشار جسيمات مسحوق البرتقال في الماء. برجاء تدوين الإجابات في الكتاب المدرسي. نقوم الآن بربط ما درسناه عن خاصية الانتشار أو عن تعريف الانتشار وهذه النظرية بجسم الإنسان، حيث أن الانتشار يحدث أيضا داخل خلايا جسم الإنسان وخارجها. كيف ذلك؟ مثلا يدخل الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء عن طريق الانتشار. كما ذكرنا في الدروس السابقة أن خلايا الدم الحمراء وظيفتها هي المسؤولة عن نقل الأكسجين عبر الدم، فكيف يدخل لها؟ يدخل الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء عن طريق الانتشار، وكذلك تدخل مواد كثيرة مختلفة إلى الخلايا وتخرج منها. ثانيا، يعمل العلماء على تطوير طرق لإعطاء الأدوية للناس عن طريق الانتشار. مثالا لذلك علاج مرض التهاب العنبية الذي يصيب الجزء الداخلي من مقلة العين كما هو مبين أمامك في الشكل، هذا اللون الأحمر المنتشر في تجويف العين أو في البياض الذي يوجد في العين. هنا هذا المرض يتم الآن استخدام أو زرع جهاز صغير يحتوي على الدواء في جسم المريض بحيث ينتشر الدواء خارج الجهاز ببطء وبمعدل محسوب بدقة بدلا من حقن الدواء باستمرار حتى يتم علاج المرضى بهذا المرض. إذن الانتشار يدخل في أكثر من شيء في الحياة اليومية، ومن المعروف أن العلوم مرتبطة ارتباطا وثيقا بكل مجالات الحياة أو بجميع الأشياء التي نقوم بها في الحياة اليومية. النشاط الثالث،
ما أهمية انتشار الخلايا؟ في تجربة وضع الماء في وضع المادة الملونة في الماء، أولاً صفي ما يحدث للمادة الملونة في الماء. تتحرك جسيمات المادة الملونة في جميع الاتجاهات. ثانياً اقترحي اسم العملية التي تسبب ذلك، هي الانتشار. ثالثاً اشرحي اقتراحك مستخدماً فكرة منحنى التركيز. تتحرك جسيمات المادة الملونة من المنطقة الأعلى تركيزاً نحو المناطق الأقل تركيزاً. برجاء تدوين الإجابات في الكتاب المدرسي. استكمالاً لصفحة رقم 116، هناك سؤال في المتابعة عن أرسمي خلية الدم الحمراء الموضحة في الشكل وأرسمي سهماً لتبين اتجاه منحدر التركيز. طبعاً في الكتاب المدرسي يوجد مربع أبيض، نقوم برسم خلية الدم وهي مقعرة الوجهين، ونرسم سهم يوضح لنا كيفية انتقال أو انتشار الأكسجين من المنطقة ذات التركيز الأعلى إلى المنطقة ذات التركيز الأقل داخل الخلية كما هو مبين أمامك بالشكل. برجاء رسم هذا الشكل في الكتاب المدرسي. للإجابة على السؤال التالي، الفرع B من السؤال رقم 66 في الكتاب المدرسي صفحة رقم 116، صفي ما سيحدث لمنحدر التركيز إذا أزيل كل الأكسجين من حول الخلية. الإجابة هي ينعكس اتجاه منحدر التركيز فيخرج من داخل خلية الدم الحمراء إلى خارجها. هنا بيشرح لك أن التركيز الأكسجين خارج الخلية في الصورة رقم أو في الشكل رقم 236، يشرح لك أن تركيز الأكسجين يوجد خارج الخلية وهو التركيز الأعلى للأكسجين، يوجد تركيز الأكسجين الأعلى خارج الخلية. أما في داخل الخلية فيكون التركيز الأقل، وعليه عند رسم الخلية ينتقل الأكسجين من الهواء الجوي ذو التركيز الأعلى إلى داخل خلية الدم الحمراء ذو التركيز الأقل، وهذا هو المسار الصحيح أو الطبيعي بالنسبة لعملية الانتشار في خلايا الدم الحمراء. أما إذا افترضنا أن إذا أزيل كل الأكسجين حول خلية الدم الحمراء، يعني لا يوجد أكسجين في الهواء الجوي، ماذا سيحدث؟ من الطبيعي أن في داخل خلية الدم الحمراء سيكون تركيز الأكسجين أصبح أعلى من خارجها، وعليه ينعكس اتجاه منحدر التركيز فيخرج من داخل خلية الدم الحمراء الأكسجين إلى خارجها. صفحة رقم 117، الفرع C، إذا تمت إزالة كل الأكسجين الموجود حول الخلية، اشرحي كيف سيؤثر ذلك على الأكسجين داخل كل خلية. نجد أن في هذا للإجابة على هذا السؤال نذكر التالي، سيخرج الأكسجين من داخل الخلية إلى خارجها. برجاء تدوين هذه الإجابات. استكمالاً للسؤال رقم 6-7، ما اسم الجزء من الجسم الذي يصيبه التهاب العنبية؟ أحسنتم، الإجابة هي الجزء الداخلي من مقلة العين. الفرع B، اشرحي ميزة استخدام الزرع لتوصيل الأدوية إلى داخل الجسم مقارنة بطرائق أخرى لإعطاء الأدوية. الإجابة ينتشر الدواء خارج الجهاز المزروع ببطء بدلاً من حقن الدواء باستمرار، أي باستخدام خاصية الانتشار. خلاصة ما تعلمناه من درسنا اليوم. أولاً تعريف الانتشار، هو الحركة الإجمالية للجسيمات من منطقة التركيز الأعلى إلى منطقة التركيز الأدنى. ما هو منحدر التركيز؟ هو الفرق بين تركيزين كما هو مبين أمامك في الشكل، يوجد تركيز أعلى وتركيز أقل، الفرق بين التركيزين هو منحدر التركيز. الجسيمات تتحرك في جميع الاتجاهات المختلفة ولا تتحرك فقط نحو التركيز الأدنى. أمثلة على الانتشار، انتشار غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون داخل وخارج خلايا الدم، انتشار المواد الغذائية والفضلات عبر أنسجة الجسم، عملية تبادل الغازات والمواد المغذية في عملية البناء الضوئي في النبات. ومن أهمية الانتشار في حياتنا اليومية أن الانتشار مهم في الخلايا، فهو العملية التي تنتقل بها المواد بين الخلايا.
بما في ذلك نقل الأكسجين إلى خلايا الدم الحمراء، وطبعا عملية هامة للغاية بالنسبة لأجسامنا. سؤال: ما هي المواد التي من الممكن أن تنقل من داخل الخلية إلى خارجها أو العكس بخاصية الانتشار؟ أحسنتم. أولاً المواد الغذائية المهضومة، ثانياً غاز ثاني أكسيد الكربون، ثالثاً بعض الأملاح المذابة. بناتي العزيزات، أشكركن على حسن المتابعة.